هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. مثل ما قلت لكم قبل فتره انه احنا مدعوين المكان، يعني افتتاحيه مال المركز، ورايحين اليوم انا ومحمد. هسه بعدني طبعا بس غسلت شعري وهاي رايح الوقت المركز. عندنا المفاتيح راح نفتحها. بحلقة حامض حلوة هاي. ليش؟ فهسه راح احل الكوافير وراح ارتب شكلي وشعري. اليوم راح اغير اللوك، اسوي شعري قصير لان الجو كلش حار. وبديت راح اروح للرياضة يومية، تعرفون ورا الرياضة لازم واحد يتحمل. فالشعر طويل كلش مزعج وكلش يتعب، فراح نرجع للشعر القصير. خليكم ويانا، شاهدوا الفيديو للاخير. هاي حشوش، يعني يقول لك المثل انط الخبز خباصته لو جاعت تاكل نصه. يعني المكياج على السريع سوته البنية، بس يجنن ويخبل وبسيط وهادئ ولا عبالك خلى ميك اب. والفنان عباس بالشعار، واو ماي جاد، والله يستاهل الاعلان ومجانا. شغلهم يجنن لانه هو خبير، يعني سنين مو هيجي. شنو رايكم؟ نسيت حذائي بالبيت، لازم اروح ارجع اجيبه واجيه. شايفين بالله؟ هسه رجعنا للبيت، دا انتظر يجيبوا لي. والله واحد اذا مستعجل كومه شغلات تروح عليه. فعليه يلا، كلش تاخرنا، تاخرنا 3/4 الساعة على الافتتاح، بس يلا ان شاء الله نلحق على شيء. خليكم ويانا، ان شاء الله راح يعجبكم الفيديو لليوم. حبايب قلبي احبكم كومات. لا تنسوا لايك للفيديو، تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، فعلوا الجرس أهم شيء حتى يوصلكم إشعار من نزل فيديو. يلا تأخرنا يا حجي. ألف مبروك. رحنا على غير مكان. شكرا. لازم. هاي اخت ليزر عملناها اكسترا كبيرة، وكمان مع حمام مع دوشة يعني. حلو. يلا جلساتنا الجديدة راح تكون بحي الغرفة. بس المكان يفتح النفس انه واحد يقطع. ان شاء الله. كلهم You just always been a tight rush. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say it.
كل حالاتها you need me I know that you waiting now my job is twice promise I'll pick up the line I see you worried don't gotta ask why you like it I know that you like it you like it yeah you like it I know that you like it you like it you said that you were down اليوم احنا الحجي ويانا بقول لك حجي لو ما يصير والله اللي بدك اي شيء بلش العراقي ان شاء الله متحجي الله, الله يسلمك نورنا طبعا عنده محتوى على تيك توك يجنن ويخبط ويخبط يا ربي هالمحتوى صراحه لسه ما شفته دنيا ما شايفته بس انا متابعه الله شاهد يعني صح فكره ما خلى وصل ما حكى لي عنه بصوره ايوه يعني صراحه يعني يستحق الفولو ويستحق الدعم ويستحق الاكل يعني طبعا راح نعمل له مقبلات تظهروا منا فيديو مشترك معه انا راح اعمل مقبلات هو دول لما نشوف مين اطيب ان شاء الله ابشر ان شاء الله Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. هسه طلعينا كان قطيني مكان صدق رفع ايدك والله لا طلعوا حكني فوق ايدك رفع ايدك يلا هسه يلا كان وقعت على وجهي والله العظيم ترفع حالي فوق وطلعنا انا قصدي يلا راح انزل راح انزل انا شيء حيل هاي شنو محمد دائما تدرون شو يسوي يرفع الكاميرا هيجي ويخليني وراه حتى انا اطلع قزمه طبعا هسه طلعنا من الحفله الحلوه الكيوت اللي تجنن افتتاحيه الخير ان شاء الله والله صدق هي وان تستاهل لان بنيه مثابره وشاطره وتعبت على نفسها وتستحق اللي وصلت اليه اكيد كل انسان يتعب راح يوصل فطلعنا شوفوا هنا بنات اللي بوخهم تندلون هذا المكان اكيد تعرفوه مكان حلو بوسط المدينه وهم راح اخليكم العنوان ابو الكعب ايش سوى بي احنا مال الكعب مال بوتين اصعب شيء انه هاي واحد لما يسوي اتكيت ويلبس كعب وهاي السوالف بس احنا عين العراقيات على كل شيء نرهم مثل الطماطه ميو ميو احلى شيء بالجاية انا نسيت الحذاء وجيت لو جاي بلا حذاء احسن موديل جديد يلا خلونا نروح للبيت Thank you.